تسع علامات في الحلم تبشرك بالحمل، تبشرك بالخلفة، وتبشرك بالذرية. لو شفت أي علامة منهم اعلمي بأن الله عز وجل سيمن عليك بالحمل والذرية عن قريب. بسم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أحبائي في الله، ومع حلقة جديدة بعنوان تسع علامات في الحلم تبشرك بالحمل وتبشرك بالذرية. لو شفت أي علامة منهم اعلمي بأن الله عز وجل سيمن عليك بالحمل وسيمن عليك بالذرية عن قريب. أول علامة وهي رؤية التبسم أو الضحك الخفيف في الحلم. لو شفت إنك بتتبسمي أو بتضحكي ضحك خفيف من غير قهقهة أو من غير صوت عالي وصراخ أثناء الضحك، اعلمي بأن الله عز وجل سيمن عليك بالحمل وبالذرية، لأن الله عز وجل قال: فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فالتبسم والضحك الخفيف في الحلم يبشرك بالحمل ويبشرك بالذرية عن قريب. ثاني علامة وهي رؤية مقام سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. لو شفت في حلمك انك بتزوري الكعبة او واقفة عند مقام سيدنا إبراهيم او بتصلي عند مقام سيدنا إبراهيم، كلها علامات تبشرك بالحمل وتبشرك بالذرية. سيمن الله عز وجل عليك بالولد الصالح، لأن مقام سيدنا إبراهيم يرمز لسيدنا إبراهيم وابنه الصالح سيدنا إسماعيل عليهم السلام، وهم من رفعوا القواعد من البيت أي الكعبة. فرؤية مقام سيدنا إبراهيم تبشرك بالولد الصالح عن قريب. ثالث علامة وهي رؤية الفرخة الحية أو البيض في الحلم. لو شفت في حلمك فرخة حية بتمشي بتبصلك بتاكل، أو شفت في حلمك بيض بتجمعي بيض، أو شفت بضاية واحدة، كلها علامات تبشرك بالحمل وتبشرك بالخلفة، لأن البيض يرمز للحمل ويرمز للذرية، لأن سيخرج منه الفرخ الصغير عن قريب. فرؤية البيضة أو رؤية الفرخة الحية التي تمشي في الحلم هي علامة للحمل والذرية، إن كنت تتمني الحمل والذرية في هذا الوقت الذي رأيت فيه الرؤية. رابع علامة وهي رؤية السبحة في الحلم. السبحة يا أخوة لها رموز كثيرة ولها معاني كثيرة في الحلم، لكن أيضا من علاماتها أو من معانيها في الحلم الذرية. فلو شفت السبحة في الحلم بأنك بتسبحي بالسبحة أو بأنك بتشتري المسبحة أو بأن الشخص أهداك مسبحة، أو شفت السبحة عامة في الحلم، هي علامة محمودة تبشرك بالحمل وتبشرك بذرية كثيرة، كل ذريتك سيكونوا صالحين بإذن الله رب العالمين. خامس علامة وهي رؤية شنطة الإيد في الحلم. شنطة الإيد بترمز للحمل وترمز للذرية، فلو أنت متزوجة أو تتمني الحمل ولم يحدث الحمل بعد ورأيتي شنطة في الحلم بأنك بتشتري شنطة أو أهدى إليك شنطة أو بتحملي شنطة أو بأنك بتتفرجي على شنطة في الحلم وعجبتك، كلها علامات محمودة تدل على حملك وتدل على خلفتك عن قريب. سادس علامة وهي رؤية الإسورة أو الحلق في الحلم. لو انت متزوجة وبتتمني الحمل ورأيتي في حلمك انك بتلبسي اسورة جديدة او بتلبسي حلق جديد، اعلمي بانها بشارة بحملك القريب وبخلفتك عن قريب، وسيفرح قلبك وجاءتك هذه الرؤية لتبشرك بالحمل وبالذرية عن قريب. سابع علامة وهي رؤية البشارة في الحلم او سماع البشارة الطيبة بالحمل في الحلم. لو شخص قال لك مبروك هتحملي، او شيخ فاضل او عالم او شخص مشهور ممثل او غيره رآك في الحلم او شفتيه انت في الحلم بيضحك اليك وبيقولك مبروك او بيبشرك بالحمل، او شخص بيناديك يا ام فلان يا ام علان وانت لم تحملي او ما عندكيش اولاد، يعني البشارة عامة في الحلم بانك ستكوني ام او بانك ستحملي، هي علامة واضحة بان الحمل سيتم عن قريب وبشارة بذريتك وخلفتك عن قريب، فافرحي وهنئي بهذه البشارة من الله رب العالمين. ثامن علامة وهي رؤية ماء زمزم. ماء زمزم بيظهر في الحلم لمن يمر بكرب عظيم او له امنية يتمناها ولم تتحقق بعد، فلو انت متزوجة ولم تحملي بعد او بتتمني الحمل والحمل مستصعب عليك، او انت مش متزوجة وبتتمني الزواج وبتتمني الحمل وشفتي ماء زمزم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم
لما شرب له. فلو شفت ماء زمزم في الحلم، أو شربت ماء زمزم، أو شخص بيهديك ماء زمزم، كلها علامات محمودة تدل على أن أمنيتك سوف تتحقق، وحملك سوف يتم، وستري ذريتك عن قريب، وسيخرج منك ذرية صالحة يعبدون الله رب العالمين. فرؤية ماء زمزم هي بشارة بتحقق شيء معين أنت تتمنيه. فلو بتتمني الحمل، أبشري بحملك القريب. تاسع علامة والعلامة الأخيرة في هذه الحلقة، وهي رؤية السيدة مريم عليها السلام. لو شفت في حلمك السيدة مريم، أو أنك بتقرأي في القرآن سورة مريم، أو شفت نبي الله عيسى عليه السلام، كلها علامات محمودة تدل على حملك القريب، وبأن الله سيمن عليك بالولد الصالح عن قريب، وسيفرح قلبك. وهذه الرؤية جاءتك لتبشرك بحملك وبالذرية الصالحة تقر بها عينك بإذن الله الواحد القدير. هذا والله وحده أعلم، وانتظرونا في حلقة جديدة ومع علامات جديدة ومعناها في الحلم. اللهم لك الحمد يا من قلت ادعوني أستجب لكم يا الله. اللهم لك الحمد يا حي يا قيوم، يا من تهب لمن تشاء إناثا وتهب لمن تشاء الذكور يا الله. اللهم ببركة الصلاة والسلام على رسول الله، يسر الحمل والذرية لمن تريد الحمل والذرية، يسر الزواج لمن تريد الزواج ومن يريد الزواج. يا رب يسر زواج المسلمين، يسر زواج المسلمات، ويسر لهم الحمل والذرية والخلفة. اللهم وهب لهم ذرية صالحة، اللهم وهب لهم ذرية صالحة، اللهم وهب لهم ذرية صالحة. يا رب يا من تقول للشيء كن فيكون، اللهم أعطي كل من يريد مسألته. اللهم من كانت تتمنى الحمل أرزقها الحمل والذرية عن قريب. اللهم إن كانت تتمنى الزواج يسل لها الزواج وحملها وذريتها عن قريب. اللهم من كان يتمنى الزواج أو السفر أو الرزق الحلال ليتزوج، يسل له رزقه ويسل له زواجه عن قريب. اللهم يسل للمسلمين والمسلمات، وأعفهم بالحلال، واكفهم بالحلال، واغنهم بالحلال، واطعمهم بالحلال، وحصنهم بالحلال، واصرف عنهم الحرام، واكفهم شر الحرام والمال الحرام والزنا والفحشاء والمنكر. اللهم املأ بيوتنا بالحلال، واطعمنا بالحلال، واغننا بالحلال، واكفنا بالحلال، وعافنا بالحلال، واغننا بحلالك عن حرامك، واشغلنا بطاعتك عن معصيتك، واغننا بك عمن سواك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.